العراق يدخل الصمت الانتخابي قبل التصويت العام غدا، ومفوضية الانتخابات تعلن تطابق نتائج العد اليدوي والإلكتروني للتصويت الخاص. التحالف يعترض ويدمر مسيرة حوثية ثانية حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبد الله بجازان. مقتل عنصرين من ميليشيات إيران وجرح 6 جنود سوريين بقصف إسرائيلي على مطار التيفور السوري. وزارة الداخلية الليبية تعلن مقتل بعض عناصرها خلال محاولة لاقتحام مقرها جنوب طرابلس. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية على شاشة الحدث، والبداية بالانتخابات العراقية، حيث طوى العراق أول صفحة من الانتخابات البرلمانية بانتهاء التصويت الخاص ليدخل اليوم مرحلة الصمت الانتخابي، وذلك استعدادا للتصويت العام يوم الأحد. وقد أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن الصمت الإعلامي للانتخابات العامة البرلمانية يدخل اليوم حيز التنفيذ قبيل 24 ساعة على انطلاق التصويت العام غدا. ودعا الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات جميع المرشحين إلى الالتزام الكامل بالصمت الانتخابي والإعلامي، مؤكدا أن القوات الأمنية ستواجه أي خروق أمنية، وقال إنه قد تم إبلاغ جميع اللجان الأمنية في المحافظات بالالتزام بتنفيذ هذا الإجراء. أعلنت الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمان الغلاي اليوم تطابق نتائج العد والفرز اليدويين مع الإلكتروني بنسبة 100%. فبعد انتهاء عملية الاقتراع للتصويت الخاص الذي أجري أمس وظهور نتائج التقدير الإلكتروني التي وزعت على الوكلاء ونشرت في المراكز، فتحت المحطات التي اختيرت بالقرعة اليدوية لغرض عدها وفرزها يدويا، وكانت النتائج متطابقة. كما أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص الذي يشمل العسكريين ونزلاء السجون والنازحين قد بلغت 69%. أوضحت أن عدد المصوتين في الاقتراع الخاص تجاوز 820,000. أفاد إعلام مكتب انتخابات أربيل بأن تصويت العسكريين بلغ 88%، في حين بلغ تصويت النازحين في الإقليم 28%. وبالموازاة أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق أن الانتخابات لم تشهد خروقا أمنية. لذلك نحن نعتقد بأنه العملية نجحت 100%، خصوصا التصويت الخاص. نعم كان هناك بعض الإشكالات الخروقات البسيطة جدا، ولكن استطعنا إلى حد ما أن نتجاوزها ونقوم ب إنهاء التصويت الخاص 100%. فيما يخص من قام بهذا التجاوز، أكيد حولوا إلى مجالس تحقيقية وبدأت الإجراءات بحقهم. هذا ويتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع غدا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة، ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة، وتجري الانتخابات التي اعتبرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرصة تاريخية للتغيير وفق قانون انتخابي جديد على أساس التصويت الأحادي، مع رفع عدد الدوائر إلى 83، وذلك من أجل تشجيع المستقلين والمرشحين المحليين إلى البرلمان البالغ عدد أعضائه 329، وذلك على خوض الانتخابات، فيما لا تزال التيارات السياسية نفسها تهيمن على المشهد السياسي. اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جهات لم يسميها بالعمل ضد الحكومة العراقية والسعي لعدم نجاحها، واصفا إياهم بالمتربصين. وذكر الكاظمي في كلمة مسجلة أن الانتخابات سوف تجري خلال ساعات رغم الصعوبات التي مر بها العراق. رغم شكوك المتربصين بمدى جدية هذه الحكومة
حين حددنا 6 حزيران الماضي موعدا للانتخابات المبكرة. كنا قد تخطينا كل العوائق لإجراها في ذلك التاريخ المبكر، لكن مفوضية الانتخابات قامت بتأجيلها وبموافقة الكتل السياسية وأقرار مجلس النواب، ونحن الآن على مسافة ساعات من موعد انعقادها، بعد أن وفرنا كل المتطلبات الضرورية لنجاح العملية الانتخابية وتأمين حمايتها وإدارتها. إن العراق ليس ضيعة أحد وليس حديقة لأحد، وعلى الرجل الدولة أن يلتزم بالعراق قبل التزامه بأي منهج حزبي أو مذهبي أو عرقي أو قومي، وأن يخضع لقيم وأخلاقيات تتحكم بنشاطه وحسن أدائه لما يفرض عليه موقعه ووظيفته. هذا ما ينبغي أن تتجسد في سلوك كل من سوف يتصدى لقيادة العراق في المرحلة اللاحقة للانتخابات، كي لا تتكرر أخطاء الماضي. في ملف آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين في مطار الملك عبد الله بجازان، مؤكدا أنه لا زال يمارس ضبط النفس أمام محاولات الميليشيات العبثية لاستهداف المدنيين في المطارات المدنية. قبل ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد ركن تركي المالكي أن طائرة مسيرة مفخخة استخدمت في محاولة للهجوم العدائي على المطار من قبل ميليشيات الحوثي. أشار التحالف إلى وقوع 10 إصابات بين المسافرين والعاملين في المطار، مضيفا أن المحاولة العدائية نتج عنها وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات في المطار. شدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي في رسالة لمجلس الأمن الدولي على أن السعودية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية. أضاف أن استهداف ميليشيا الحوثي لبنية السعودية التحتية المدنية وتهديد المدنيين الأبرياء جريمة حرب بشعة. كما دعا مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه ميليشيات الحوثي لوقف التهديدات للسلم والأمن الدوليين ومحاسبة الميليشيا، مطالبا بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن. قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن استهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمطار الملك عبد الله في جازان هو امتداد لمسلسل استهدافاتها الممنهجة والمتعمدة للأعيان المدنية، واعتبر أن ما تقوم به من محاولات للإيقاع بأكبر قدر من الضحايا المدنيين هو تأكيد لدمويتها وإجرامها، وتأكيد أيضا على أنها تنظيم إرهابي لا يختلف عن القاعدة وداعش. كما أبدى الإريان استغرابه من استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية التي تهدد حياة المدنيين الأبرياء وتنتهك القوانين والمواثيق الدولية، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء جرائمها وأعمال التصعيد العسكري الذي تشنه ميليشيات الحوثي بهدف تقويض دعوات وجهود التهدئة. كما أكد المتحدث أن عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها وتصنيفها إرهابية يعطي إشارات سلبية للاستمرار في نهجها الإرهابي، وبالتالي فإنه من الضروري العمل على تصنيفها وقياداتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل عنصرين من ميليشيات موالية لإيران وإصابة آخرين، حيث استهدفت طائرات إسرائيلية مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي الذي توجد فيه مستودعات وقاعدة طائرات مسيرة للميليشيات الإيرانية. قبلها أفادت وكالة الأنباء السورية بأن جنودا سوريين كانوا قد قتلوا بهجوم جوي إسرائيلي باتجاه منطقة تنف صوب مطار التيفور العسكري. وقال المرصد إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مطار التيفور من الحدود السورية العراقية، حيث إن المطار يجري فيه تدريب على المسيرات الإيرانية. وأشار إلى وقوع انفجارات عنيفة وسط سوريا وفي البوكمال شرقي البلاد يرجح أنها من قبل مسيرات إسرائيلية. قال مراسل الحدث في العاصمة الليبية إن طريق المطار في طرابلس قد أغلق أمام المواطنين وسط هدوء بعد اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية. مراسل الحدث قال إن الكتيبة 301 التابعة لوزارة الدفاع حاولت اقتحام مقر لقوة دعم مديريات الأمن في المناطق التابعة لوزارة الداخلية في محاولة لتحرير بعض عناصرها المعتقلين على ذمة قضايا ترويج المخدرات. وقالت مصادر صحفية إن قوة دعم المديريات قد أعلنت عن مقتل بعض عناصرها في الاشتباك الذي وقع قرب مقرها الرئيس في طرابلس. قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا إن 5 مهاجرين على الأقل قتلوا بالرصاص في مركز احتجاز بطرابلس الجمعة، بعد أنباء أفادت بأن عددا كبيرا من المهاجرين قد فروا من المركز، فيما تجمع آخرون في شوارع قريبة. قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن قوات الأمن الليبية اعتقلت أكثر من 5000 مهاجر ولاجئ وطالب لجوء. وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن الاكتظاظ في مركز احتجاز غوط الشعال قد فجر حالة من الفوضى. الغرفة الأمنية المشتركة في جنزور من جانبها نفت إطلاق الرصاص على المهاجرين الهاربين وأكدت أن المقبوض عليهم بصحة جيدة. كما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص وهم يمرون عبر فجوة في سياجة، وإضافة إلى أعداد أكبر يمشون في شوارع طرابلس. هذه التحية وإلى اللقاء. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد، لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك، قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعداً في كل يوم. أحداث تولد على مدار الساعة، صراعات وتحالفات، شعوب وحكومات، خطوط تغيرت، أسرار كشفت وعناوين برزت، أحداث متسارعة تدفعنا للبحث عن تفاصيلها. عند لحظة حدوثها هي الواقع الذي نعيشه. فدمع تعقارب الساعة تتسابق، نحن وأنتم معها مستمرون وملتزمون بنقل الخبر وكل ما يدور من حوله. Thank you.
العراق يدخل الصمت الانتخابي قبل التصويت العام غدا، ومفوضية الانتخابات تعلن تطابق نتائج العد اليدوي والإلكتروني للتصويت الخاص. التحالف يعترض ويدمر مسيرة حوثية ثانية حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبد الله بجازان. مقتل عناصر من ميليشيات إيران وجرح 6 جنود سوريين بقصف إسرائيلي على مطار التيفور السوري. وزارة الداخلية الليبية تعلن مقتل بعض عناصرها خلال محاولة لاقتحام مقرها جنوب طرابلس. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. طوى العراق أول صفحة من الانتخابات البرلمانية بانتهاء التصويت الخاص ليدخل اليوم مرحلة الصمت الانتخابي، وذلك استعدادا للتصويت العام الأحد. وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن الصمت الإعلامي للانتخابات العامة البرلمانية يدخل اليوم حيز التنفيذ قبيل 24 ساعة على انطلاق التصويت العام غدا. وقد دعا الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات جميع المرشحين إلى الالتزام الكامل بالصمت الانتخابي والإعلامي، كما أكد أن القوات الأمنية سوف تواجه أي خروق أمنية، وقال إنه قد تم إبلاغ جميع اللجان الأمنية في المحافظات بالالتزام بتنفيذ هذا الإجراء. أعلنت الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي اليوم تطابق نتائج العد والفرز اليدويين مع الإلكتروني بنسبة 100%. فبعد انتهاء عملية الاقتراع للتصويت الخاص الذي أجري أمس وظهور نتائج التقدير الإلكتروني التي وزعت على الوكلاء ونشرت في المراكز، فتحت المحطات التي اختيرت بالقرعة اليدوية لغرض عدها وفرزها يدويا، وكانت النتائج متطابقة. هذا وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص الذي يشمل العسكريين ونزلاء السجون والنازحين بلغت 69%. أوضحت أن عدد المصوتين في الاقتراع الخاص تجاوز 820,000. أفاد إعلام مكتب انتخابات أربيل بأن تصويت العسكريين بلغ 88%، في حين بلغ تصويت النازحين في الإقليم 28%. وبالموازاة أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق أن الانتخابات لم تشهد خروقا أمنية. لذلك نحن نعتقد بأنه العملية نجحت 100%، خصوصا التصويت الخاص. نعم كان هناك بعض الإشكالات الخروقات البسيطة جدا، ولكن استطعنا إلى حد ما أن نتجاوزها ونقوم ب إنهاء التصويت الخاص 100%. فيما يخص من قام بهذا التجاوز، أكيد حولوا إلى مجالس تحقيقية وبدأت الإجراءات بحقهم. أعلنت الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي اليوم تطابق نتائج العد والفرز اليدويين مع الإلكتروني بنسبة 100%. فبعد انتهاء عملية الاقتراع للتصويت الخاص الذي أجري أمس وظهور نتائج التقدير الإلكتروني التي وزعت على الوكلاء ونشرت في المراكز، فقد فتحت المحطات التي اختيرت بالقرعة اليدوية لغرض عدها وفرزها يدويا، وكانت النتائج متطابقة. يتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع غدا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة، ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة، وتجري الانتخابات التي اعتبرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كفرصة تاريخية للتغيير وفق قانون انتخابي جديد على أساس التصويت الأحادي، مع رفع عدد الدوائر إلى 83 من أجل تشجيع المستقلين والمرشحين المحليين إلى البرلمان البالغ عدد أعضائه 329، وذلك على خوض الانتخابات، فيما لا تزال التيارات السياسية نفسها تهيمن على المشهد السياسي.
اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جهات لم يسميها بالعمل ضد الحكومة العراقية والسعي لعدم نجاحها، واصفا إياهم بالمتربصين. وذكر الكاظمي في كلمة مسجلة أن الانتخابات سوف تجري خلال ساعات رغم الصعوبات التي مر بها العراق. رغم شكوك المتربصين بمدى جدية هذه الحكومة، حين حددنا 6 حزيران الماضي موعدا للانتخابات المبكرة، كنا قد تخطينا كل العوائق لإجراها في ذلك التاريخ المبكر، لكن مفوضة الانتخابات قامت بتأجيلها وبموافقة الكتل السياسية وأقرار مجلس النواب، ونحن الآن على مسافة ساعات من موعد انعقادها، بعد أن وفرنا كل المتطلبات الضرورية لنجاح العملية الانتخابية وتأمين حمايتها وإدارتها. إن العراق ليس ضيعة أحد وليس حديقة لأحد، وعلى الرجل الدولة أن يلتزم بالعراق قبل التزامه بأي منهج حزبي أو مذهبي أو عرقي أو قومي، وأن يخضع لقيم وأخلاقيات تتحكم بنشاطه وحسن أدائه لما يفرض عليه موقعه ووظيفته. هذا ما ينبغي أن تتجسد في سلوك كل من سوف يتصدى لقيادة العراق في المرحلة اللاحقة للانتخابات، كي لا تتكرر أخطاء الماضي. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين في مطار الملك عبد الله بجازان، مؤكدا أنه لا زال يمارس ضبط النفس أمام محاولات الميليشيات العبثية لاستهداف المدنيين في المطارات المدنية. قبل ذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد ركن تركي المالكي أن طائرة مسيرة مفخخة استخدمت في محاولة الهجوم العدائي على المطار من قبل ميليشيات الحوثي. أشار التحالف إلى وقوع 10 إصابات بين المسافرين والعاملين في المطار، مضيفا أن المحاولة العدائية نتج عنها وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات في المطار. شدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي في رسالة لمجلس الأمن الدولي على أن السعودية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية. أضاف أن استهداف ميليشيا الحوثي لبنية السعودية التحتية المدنية وتهديد المدنيين الأبرياء جريمة حرب بشعة، ودعا مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه ميليشيا الحوثي لوقف التهديدات للسلم والأمن الدوليين ومحاسبة الميليشيا، مطالبا بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن. قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن استهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمطار الملك عبد الله في جازان هو امتداد لمسلسل استهدافاتها الممنهجة والمتعمدة للأعيان المدنية، كما اعتبر أن ما تقوم به من محاولات للإيقاع بأكبر قدر من الضحايا المدنيين هو تأكيد على دمويتها وإجرامها، وتأكيد على أنها تنظيم إرهابي لا يختلف عن القاعدة وداعش. أبدى الإرياني استغرابه أيضا من استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم وانتهاكات الميليشيا الحوثية التي تهدد حياة المدنيين الأبرياء وتنتهك القوانين والمواثيق الدولية، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء جرائمها وأعمال التصعيد العسكري
الذي تشنه ميليشيا الحوثي بهدف تقويض دعوات وجهود التهدئة. كما أكد المتحدث أن عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها إضافة لعدم تصنيفها إرهابية يعطي إشارات سلبية للاستمرار بنهجها الإرهابي، وبالتالي فإنه من الضروري العمل على تصنيفها وقياداتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية. بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بإعادة تأهيل طريقين رئيسيين في عدن ضمن جهوده لتحسين البنية التحتية في العاصمة المؤقتة. ويولي البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن اهتماما بالطرقات الرئيسة التي يستخدمها السكان يوميا. بدأت هذه الآليات فعليا بعملية إعادة تأهيل كاملة لهذا الطريق الرئيسي في عدن بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. طريق ساحل أبين الذي يمتد على 5 كيلومترات يعاني من تصدعات وحفر وإسفلت غير مستوي يهدد سلامة سالكي الطريق. هذا المشروع هو من ضمن المشاريع المولة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهو المشروع الثاني الآن لشركة رامستار. انتهينا من كالتكس والآن احنا بدأنا هذا المشروع بطول إجمالي حوالي 4 كيلو صناعي بحدود 5 كيلو متر مباشر، يشمل قلع وترميم وإعادة بناء الطريق من نقطة الصفر إلى نهاية المشروع. مواصفات حديثة يعمل عليها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مشاريع إعادة التأهيل تظهر جليا في الطرقات التي انتهت الإنشاءات فيها وأصبحت علامة فارقة في طرقات عدن، حيث وصل ما تم الانتهاء منه من الطرقات إلى 12 كيلو مترا تم تسليمها جميعا إلى السلطة المحلية في عدن. تكلفة المشروع ما يقارب 1.5 مليون دولار. إن شاء الله هذا المشروع سوف يعيد البهجة لطريق ساحل أبين، هذا الشارع أو الطريق الشريان الذي يربط بين عدن وأبين. هناك مشاريع أخرى استكمل البرنامج تنفيذها من الجهة الأخرى، جولة العاقل ريجل، جولة كالتكس الحسوة، مشاريع بدأ أبناء عدن يلمسوها. تعاني طرقات عدن من عدم تحديثها منذ عقود، ما جعل بعضها في حالة سيئة ويسبب حوادث مرورية، لكن الطرق التي تم تأهيلها من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن انخفضت نسبة الحوادث فيها. سلم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن هذا الطريق قبل 1.5 شهر من الآن بعد إعادة تأهيله بشكل كامل. المارة الآن يمرون عبر سياراتهم بسلام عبر هذا الطريق وبازدحام مروري قليل. عبد المحسن الحربي لقناتي العربية والحدث عدن. وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن إلى العاصمة الأردنية عمان في مستهل زيارة له للشرق الأوسط لبحث الأزمة اليمنية. ومن المتوقع أن يتوجه المبعوث الأمريكي لزيارة كل من السعودية والإمارات وعمان، كما سوف يجتمع مع المسؤولين اليمنيين بهدف بحث الأوضاع الإنسانية في اليمن. وأكد أنه سوف يعمل على تركيز كل الجهود لتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني والدفع بعملية السلام الشاملة بقيادة الأمم المتحدة. كما شدد تيم لندر كينغ على أهمية التوصل إلى حل دائم لأزمة الوقود، بما في ذلك إنهاء القيود المفروضة على واردات الوقود وتلاعب الميليشيات الحوثية بالأسعار وتخزينه. فاصل قصير ونواصل وإياكم هذه النشرة، ابقوا معنا. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة، تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة
عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سألوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزعون على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. أهلا بكم من جديد. كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل عنصرين من ميليشيا موالية لإيران وإصابة آخرين، حيث استهدفت طائرات إسرائيلية مطار تيفور العسكري في ريف حمص الشرقي الذي توجد فيه مستودعات وقاعدة طائرات مسيرة للميليشيات الإيرانية. قبلها أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل أيضا جنود سوريين بهجوم جوي إسرائيلي من اتجاه منطقة تنف صوب مطار تيفور العسكري. قال المرصد أيضا إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مطار تيفور من الحدود السورية العراقية، حيث إن المطار يجري فيه تدريب على المسيرات الإيرانية، وأشار إلى وقوع انفجارات عنيفة وسط سوريا وفي البوكمال شرقي البلاد يرجح أنها من قبل مسيرات إسرائيلية. قال مراسل الحدث في العاصمة الليبية إن طريق المطار في طرابلس قد أغلق أمام المواطنين وسط هدوء بعد اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية. مراسل الحدث قال إن الكتيبة 301 التابعة لوزارة الدفاع حاولت اقتحام مقر لقوة دعم مديرية الأمن في المناطق التابعة لوزارة الداخلية في محاولة لتحرير بعض عناصرها المعتقلين على ذمة قضايا ترويج المخدرات. قالت مصادر صحفية إن قوة دعم المديريات قد أعلنت عن مقتل بعض عناصرها في الاشتباك الذي وقع قرب مقرها الرئيس في طرابلس. يأتي هذا فيما أعلن الجيش الليبي أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قد انتهت من إعداد خطة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن، كما سوف تتواصل اللجنة مع الأطراف المعنية محليا ودوليا لدعم تنفيذ الخطة. وقد دعت إلى أهمية وجود مراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار قبل بدء تنفيذ الخطة. مدينة جنيف تصبح محط اهتمام الليبيين، حيث تختتم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اجتماعاتها بوضع خطة عمل شاملة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في إطار زمني محدد. الاجتماعات تنحو باتجاه حسب الملف ووضع آليات التنفيذ تحت إشراف أممي خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما، على أن يتم الإعلان عن جدول التنفيذ خلال مؤتمر استقرار ليبيا المقرر عقده في 21 من أكتوبر الجاري. سحب القوات الأجنبية من ليبيا ملف شائك بحسب المبعوث الأممي إلى ليبيا الذي قال إنه مصدر قلق لليبيا ولدول المنطقة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الدوليين مستعدون لدعم اللجنة العسكرية عبر إرسال مراقبين معنيين بمراقبة وقف إطلاق النار وعملية الانسحاب والتحقق منها. جهود تخالفها تركيا التي أرسلت 330 مرتزقا سوريا إلى ليبيا بحسب المرصد السوري، الذي أضاف أن تركيا طالبت فصائلها في سوريا بتجهيز مرتزقة إضافيين لنقلهم إلى الأراضي الليبية. وزير الخارجية الروسي من جانبه دعا لسحب الجماعات المسلحة والوحدات العسكرية غير الليبية من البلاد على مراحل وبطريقة متزامنة. الولايات المتحدة وعبر سفارتها في ليبيا قالت إن مؤتمر جنيف فرصة إيجاد حل بشأن القضايا الخلافية الليبية وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في ديسمبر وأن تليها في يناير الانتخابات التشريعية.
قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا إن 5 مهاجرين على الأقل قتلوا بالرصاص في مركز احتجاز بطرابلس الجمعة، بعد أنباء أفادت بأن عددا كبيرا من المهاجرين قد فروا من المركز، فيما تجمع آخرون في شوارع قريبة. قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن قوات الأمن الليبية قد اعتقلت أكثر من 5000 مهاجر ولاجئ وطالب لجوء. كما قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن الاكتظاظ في مركز احتجاز غوط الشعال فجر حالة من الفوضى. الغرفة الأمنية المشتركة في جنزور من جانبها نفت إطلاق الرصاص على المهاجرين الهاربين وأكدت أن المقبوض عليهم بصحة جيدة، كما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص وهم يمرون عبر فجوة في سياج، إضافة لأعداد أكبر يمشون في شوارع طرابلس. اتهم خالد عمر يوسف جهات وصفها بذوي الميول الانقلابية من مكونات السلطة الانتقالية باستغلال الأزمة لأهداف لا علاقة لها بقضية الشرق لخنق الحكومة المدنية وتجويع البلاد وتهيئة الشارع لقبول الانقلاب. في جهات تسعى لأنها تستغل قضية الشرق لأهداف لا علاقة لها بقضية الشرق يعني، والكلام اللي قلناه بوضوح إنه بعض المكونات ذات الميول الانقلابية من داخل مؤسسات السلطة الانتقالية هي قاعدة تستغل هذه القضية من أجل خنق الحكومة المدنية الانتقالية لأهداف أخرى، وهي تيئيس الشعب السوداني من الثورة، رفع المعاناة بتاعته بعد ما الناس رأوا بصورة مباشرة إنه الإصلاحات اللي بدأت تقوم بها الحكومة بدأت تؤتي أكلها، والصفوف بتاعت الوقود انتهت والصفوف بتاعت الرغيف انتهت. دعا خالد عمر يوسف مكونات شرق السودان للحوار والتفاوض، معلنا استعداد الحكومة للانخراط في مفاوضات جامعة لكل مكونات شرق السودان من أجل التوصل إلى حل توافقي. الحكومة أكدت يعني استعدادها للانخراط اليوم في منبر تفاوضي يجمع كل المكونات بتاعت الشرق عشان يناقش كل المرجعيات الموجودة بما فيها مؤتمر سنكات، بما فيها اتفاقية الشرق، ويطرح كل الأبعاد تحت القضية وصولا لحل متفاوض عليه، لأنه في النهاية ما وفرته الثورة دي إنه ما في ما الحكومة الليلة هي ما حكومة الإنقاذ اللي كانت بتبطش بشعبها وبتخرسه باستخدام الرصاص وباستخدام العنف. حكومة اليوم هي حكومة جاب الشعب من أجل تلبية مصالحه ومن أجل النظر فيها، وتظل دوما تستعمل الحوار مع الاختلاف مع المكونات المختلفة كأداة وحيدة للوصول للحلول. تزامنا مع زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للمحافظة، خرج أهالي محافظة بوشهر في مظاهرات عارمة جابت شوارع المحافظة، وذلك احتجاجا على الظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة. وردد المحتجون هتافات مضمونها شعار العدالة مجرد كذبة. في مقابلة مع الحدث قال القيادي بحركة النهضة المجمدة عضويته عماد الحمامي، قال إن قرارات الرئيس قيس سعيد لم تكن انقلابا بل إنها تفعيل للدستور وجاءت طريقا لفترة انتقالية. اللي قام به يوم 25 يوليو ما هوش انقلاب، هو تفعيل للفصل 80 من الدستور، والقرارات اللي أعلن عليها قيس سعيد يوم 22 أيلول هي قرارات لرؤية متاع فترة انتقالية. الحمامي قال أيضا إن زعيم حركة النهضة رشد الغنوش يتحمل المسؤولية السياسية
لتردي الأوضاع في تونس وعليه الانسحاب من الحياة السياسية في تونس، مؤكدا أن حركة النهضة قد انتهت سياسيا في 25 يوليو الماضي، وإن الإسلام السياسي قد انتهى في تونس وفي المنطقة، ودعا الأحزاب إلى التوجه نحو خيارات جديدة. وقال أيضا إن الجيل الجديد من حركة النهضة فقد الأمل بالإصلاح. راشد الغنوشي منذ 2019 تحول إلى الحاكم بأمره في حركة النهضة، وهو أيضا رئيس البرلمان الداعم للحكومة ورئيس الأغلبية التي تساند هذه الحكومة. وبالتالي حقيقة عندما نقول أن المسؤولية السياسية لحركة النهضة، في واقع الأمر المسؤولية الكبرى إن لم نقل الوحيدة هي لراشد الغنوشي. أضاف القيادي بحركة النهضة المجمدة عضويته أيضا عماد الحمامي أن الإسلام السياسي قد انتهى في تونس وفي المنطقة، ودعا الأحزاب إلى التوجه نحو خيارات جديدة. تقديري الشخصي كون الإسلام السياسي انتهى مش من تونس فقط، من المنطقة العربية بكلها، مطلوب اليوم أن الشعوب العربية يكون عندها توجه نحو خيارات اجتماعية واقتصادية وسياسية اللي فيها اشتغال على انتظارات الأجيال الجديدة وخدمة لمصالحهم وإنصات لهم. إلى ذلك طرد طلبة من كلية العلوم القانونية والسياسية في تونس، أو قاموا بطرد القيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو، مرددين شعارات مناهضة للإخوان. كذلك هتف الطلبة بشعارات تصف حزب النهضة بجلاد الشعب، وأيضا حملوا الحزب المسؤولية عن اغتيال السياسي شكري بلعيد. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل وتفاعلوا معها، أيضا زوروا موقعنا الحدث .net. أطيب من أهل اللقاء. الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا، إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي. دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يومياً 5 مساءً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية سداح مداح، ورح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة، وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش.
نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، أنا كله شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البنبان هو قمع لحرية الشعب السوداني والثورة مستمرة. العراق يدخل الصمت الانتخابي قبل التصويت العام غدا، ومفوضية الانتخابات تعلن تطابق نتائج العد اليدوي والإلكتروني للتصويت الخاص. التحالف يعترض ويدمر مسيرة حوثية ثانية حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبد الله بجازان. مقتل عنصرين من ميليشيات إيران وجرح 6 جنود سوريين بقصف إسرائيلي على مطار التيفور السوري. وزارة الداخلية الليبية تعلن مقتل بعض عناصرها خلال محاولة لاقتحام مقرها جنوب طرابلس. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية على شاشة الحدث، والبداية بالانتخابات العراقية، حيث طوى العراق أول صفحة من الانتخابات البرلمانية بانتهاء التصويت الخاص ليدخل اليوم مرحلة الصمت الانتخابي، وذلك استعدادا للتصويت العام يوم الأحد. وقد أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن الصمت الإعلامي للانتخابات العامة البرلمانية يدخل اليوم حيز التنفيذ قبيل 24 ساعة على انطلاق التصويت العام غدا. ودعا الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات جميع المرشحين إلى الالتزام الكامل بالصمت الانتخابي والإعلامي، مؤكدا أن القوات الأمنية ستواجه أي خروق أمنية، وقال إنه قد تم إبلاغ جميع اللجان الأمنية في المحافظات بالالتزام بتنفيذ هذا الإجراء. أعلنت الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمان الغلاية اليوم تطابق نتائج العد والفرز اليدويين مع الإلكتروني بنسبة 100%. فبعد انتهاء عملية الاقتراع للتصويت الخاص الذي أجري أمس وظهور نتائج التقدير الإلكتروني التي وزعت على الوكلاء ونشرت في المراكز، فتحت المحطات التي اختيرت بالقرعة اليدوية لغرض عدها وفرزها يدويا، وكانت النتائج متطابقة. كما أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص الذي يشمل العسكريين ونزلاء السجون والنازحين قد بلغت 69%. أوضحت أن عدد المصوتين في الاقتراع الخاص تجاوز 820,000. أفاد إعلام مكتب انتخابات أربيل بأن تصويت العسكريين بلغ 88%، في حين بلغ تصويت النازحين في الإقليم 28%. وبالموازاة أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق أن الانتخابات لم تشهد خروقا أمنية. لذلك نحن نعتقد بأنه العملية نجحت 100%، خصوصا التصويت الخاص. نعم كان هناك بعض الإشكالات، الخروقات البسيطة جدا، ولكن استطعنا إلى حد ما أن نتجاوزها ونقوم ب إنهاء التصويت الخاص 100%. فيما يخص من قام بهذا التجاوز، أكيد حولوا إلى مجالس تحقيقية وبدأت الإجراءات بحقهم. هذا ويتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع غدا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة.
ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة، وتجري الانتخابات التي اعتبرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرصة تاريخية للتغيير وفق قانون انتخابي جديد على أساس التصويت الأحادي، مع رفع عدد الدوائر إلى 83، وذلك من أجل تشجيع المستقلين والمرشحين المحليين إلى البرلمان البالغ عدد أعضائه 329، وذلك على خوض الانتخابات، فيما لا تزال التيارات السياسية نفسها تهيمن على المشهد السياسي. اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جهات لم يسميها بالعمل ضد الحكومة العراقية والسعي لعدم نجاحها، واصفا إياهم بالمتربصين. وذكر الكاظمي في كلمة مسجلة أن الانتخابات سوف تجري خلال ساعات رغم الصعوبات التي مر بها العراق. رغم شكوك المتربصين بمدى جدية هذه الحكومة، حين حددنا 6 حزيران الماضي موعدا للانتخابات المبكرة، كنا قد تخطينا كل العوائق لإجراها في ذلك التاريخ المبكر، لكن مفوضة الانتخابات قامت بتأجيلها وبموافقة الكتل السياسية وإقرار مجلس النواب، ونحن الآن على مسافة ساعات من موعد انعقادها، بعد أن وفرنا كل المتطلبات الضرورية لنجاح العملية الانتخابية وتأمين حمايتها وإدارتها. إن العراق ليس ضيعة أحد وليس حديقة لأحد، وعلى الرجل الدولة أن يلتزم بالعراق قبل التزامه بأي منهج حزبي أو مذهبي أو عرقي أو قومي، وأن يخضع لقيم وأخلاقيات تتحكم بنشاطه وحسن أدائه لما يفرض عليه موقعه ووظيفته. هذا ما ينبغي أن تتجسد في سلوك كل من سوف يتصدى لقيادة العراق في المرحلة اللاحقة للانتخابات، كي لا تتكرر أخطاء الماضي. في ملف آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين في مطار الملك عبد الله بجازان، مؤكدا أنه لا زال يمارس ضبط النفس أمام محاولات الميليشيات العبثية لاستهداف المدنيين في المطارات المدنية. قبل ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد ركن تركي المالكي أن طائرة مسيرة مفخخة استخدمت في محاولة للهجوم العدائي على المطار من قبل ميليشيات الحوثي. أشار التحالف إلى وقوع 10 إصابات بين المسافرين والعاملين في المطار، مضيفا أن المحاولة العدائية نتج عنها وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات في المطار. شدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي في رسالة لمجلس الأمن الدولي على أن السعودية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية. أضاف أن استهداف ميليشيا الحوثي لبنية السعودية التحتية المدنية وتهديد المدنيين الأبرياء جريمة حرب بشعة، كما دعا مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه ميليشيات الحوثي لوقف التهديدات للسلم والأمن الدوليين ومحاسبة الميليشيا، مطالبا بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن استهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمطار الملك عبد الله في جازان هو امتداد لمسلسل استهدافاتها الممنهجة والمتعمدة للأعيان المدنية، واعتبر أن ما تقوم به من محاولات للإيقاع بأكبر قدر من الضحايا المدنيين هو تأكيد لدمويتها وإجرامها، وتأكيد أيضا على أنها تنظيم إرهابي لا يختلف عن القاعدة وداعش. كما أبدى الإريان استغرابه من استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية التي تهدد حياة المدنيين الأبرياء وتنتهك القوانين والمواثيق الدولية، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء جرائمها وأعمال التصعيد العسكري الذي تشنه ميليشيات الحوثي بهدف تقويض دعوات وجهود التهدئة. كما أكد المتحدث أن عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها وتصنيفها إرهابية يعطي إشارات سلبية للاستمرار في نهجها الإرهابي، وبالتالي فإنه من الضروري العمل على تصنيفها وقياداتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية. كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل عنصرين من ميليشيات موالية لإيران وإصابة آخرين، حيث استهدفت طائرات إسرائيلية مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي الذي توجد فيه مستودعات وقاعدة طائرات مسيرة للميليشيات الإيرانية. قبلها أفادت وكالة الأنباء السورية بأن جنودا سوريين كانوا قد قتلوا بهجوم جوي إسرائيلي باتجاه منطقة تنف صوب مطار التيفور العسكري. وقال المرصد إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مطار التيفور من الحدود السورية العراقية، حيث إن المطار يجري فيه تدريب على المسيرات الإيرانية. وأشار إلى وقوع انفجارات عنيفة وسط سوريا وفي البوكمال شرقي البلاد يرجح أنها من قبل مسيرات إسرائيلية. قال مراسل الحدث في العاصمة الليبية إن طريق المطار في طرابلس قد أغلق أمام المواطنين وسط هدوء بعد اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية. مراسل الحدث قال إن الكتيبة 301 التابعة لوزارة الدفاع حاولت اقتحام مقر لقوة دعم أو دعم مديريات الأمن في المناطق التابعة لوزارة الداخلية في محاولة لتحرير بعض عناصرها المعتقلين على ذمة قضايا ترويج المخدرات. وقالت مصادر صحفية إن قوة دعم المديريات قد أعلنت عن مقتل بعض عناصرها في الاشتباك الذي وقع قرب مقرها الرئيس في طرابلس. قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا إن 5 مهاجرين على الأقل قتلوا بالرصاص في مركز احتجاز بطرابلس الجمعة، بعد أنباء أفادت بأن عددا كبيرا من المهاجرين قد فروا من المركز، فيما تجمع آخرون في شوارع قريبة. قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن قوات الأمن الليبية اعتقلت أكثر من 5,000 مهاجر ولاجئ وطالب لجوء. وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن الاكتظاظ في مركز احتجاز غوط الشعال قد فجر حالة من الفوضى. الغرفة الأمنية المشتركة في جنزور من جانبها نفت إطلاق الرصاص على المهاجرين الهاربين وأكدت أن المقبوض عليهم بصحة جيدة. كما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص وهم يمرون عبر فجوة في سياجة، وإضافة إلى أعداد أكبر يمشون في شوارع طرابلس. هذه التحية